طب يا جدعان، ده اول اوردر نازل اخده. الفيديو ده كامل من اول ما طلع اشتغل الساعه 5 الصبح لحد ما اخلص باذن الله. ده اول اوردر هاخده من مدينه نصر لحد اكتوبر لحد الجيزه. فاول حاجه نصلي على النبي. تاني حاجه عايزكم تكملوا معايا الفيديو ده، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس اي حاجه، عشان انا طبعا بحبكم جدا. وده ان شاء الله يبقى تكمله سلسله فيديوهات الشغل بالمكنه. واي حد حابب يعرف حاجه يصلي على النبي الاول، وبعد كده اقول له كل حاجه. ويلا بينا ناخد اول اوردر. وده يا جدعان اول اوردر جبته من مدينه نصر لحد حدائق تقريبا الجيزه، وخدت منه 80 جنيه وخد بقى 20 جنيه. طبعا احنا بالمكنه الجديده، كل يقول لي مبروك، وان شاء الله اكمل معاكم بقيه اليوم. واللي ركب معاه ده يا جدعان كان بيلعب كيك بوكس وما شاء الله كان بطل عالم، وحصل له اصابات كتيره وقعد يحكي لي عن حاجات حلوه، وكانت يعني مشواره جميل جدا. فاتمنى من ربنا كده ان الفيديو ده يعجبكم. وده اول اوردر، ويلا بينا نكمل. طب يا جدعان دلوقتي احنا هنقول الاذكار عشان ربنا ان شاء الله يحفظنا كده. واحنا دلوقتي على تقريبا الدائري، ودي زوبا 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 زوبا. طيب يا جدعان احنا هنقول الاذكار دلوقتي وهنرجع نكمل تاني شغل باذن الله عشان ربنا يحفظنا. السلام عليكم. طب يا جدعان دلوقتي احنا رايحين ناخد واحد من مش عارف هو بعيد عننا ب 10 دقايق، وهنوديه مدينه نصر تاني. فهاخده واوصل باذن الله كده واكلمكم على طول. سلام يا جدعان. ده يعتبر تاني اوردر جبته من حدائق الجيزه لحد المبنى اللي ورانا ده. انا مش عارف مبنى ايه ده. طبعا انتوا شايفين الاوردر بكام، والمكنه الحمد لله يعني الله اكبر يعني جميله جميله. فده تاني اوردر ب 80 برضو، والاوردر اللي قبليه كان ب 80، والساعه لسه 6:16 دقيقه. فكمل معاكم بقيه اليوم. وده تاني اوردر، وصل على النبي. يلا سلام. طب يا جدعان انا كان معايا واحد اردني اداني 25 جنيه، كنت جايبه من مدينه نصر لحد العباسيه. بيقول لي مصر فيها خيرات وخيرات وما ينفعش ياخد الجنسيه المصريه الا لما يتجوز واحده من مصر ويقعد 10 سنين. قلت له خدني معاك في شنطه السفر، ما رضاش. فده تالت اوردر، والساعه لسه 7:30 وهكمل شغل. سلام. طب يا جدعان ده رابع اوردر ب 25 جنيه جبته من العباسيه لحد السيده عائشه ولا السيده زينب. فده رابع اوردر وانا لسه اهو في السيده، مش عارف انا فين اصلا، يعني حد عارف المنطقه دي يقول لي. ده رابع اوردر، والساعة لسه كام؟ الساعة 8:15. فهكمل لكم بقية الاوردرات. السلام عليكم. بصوا يا جدعان دول 15 جنيه لسه واخدهم من واحد، جبته من السيدة لحد نادي هنا في الزمالك. بس عايز اقول لكم على حاجة، والله سبحان من خلاني قبلت المشوار ده، والله العظيم ما كنتش عايز اقبله، والحمد لله قبلته. وطلع حد محترم جدا، وسبحان الله يعني ربنا يحفظه ويزيده. طلعت اخر فلوس معاه، وانا اصلا ما بقبلش بالفلوس اللي هو بتبقى جايه لي اول مره. بس هو ربك لما بيعوز سبحانه وتعالى كده ان هو يكرم حد بيكرمه. فالحمد لله على كل حاجه. انا قدام نادي هنا في الزمالك، والحمد لله طبعا على كل حاجه. طب يا جدعان دلوقتي انا جايب جو من الزمالك صح لحد عابدين ب 20 جنيه، هو مشوار الله اكبر يعني سالكه. فهو حد محترف جدا وانا مبسوط بيه. وهو انت عندك 21 صح؟ وحد اقسم بالله شقيان شغال في فندق ايه؟ ماريوت الزمالك. يا جدعان لو عايز حاجه يروح له يا جدعان. حبيبي يا جو. طب ده يا جدعان ده سادس اوردر، وانا مش عارف انا جبته فين. دي مشرحه ايه دي، ولا احنا فين؟ وانا تقريبا في زينهم. عارفين مشرحه زينهم؟ فانا تقريبا في مشرحه زينهم. فهوصل كده باذن الله وهكلمكم. كان في سواق توك توك هيروح في نصيبه دلوقتي. وده يا جدعان سابع اوردر ب 40 جنيه، وجبته من الخياله لحد مكرم عبيد عند اسمه ايه ده اللي ورا ده، مش عارف اسمه ايه. فجبته هنا عند المول ده، ويعني كان حد كويس وقعد يشرح لي على النور بيقطع عليه، وان الاحمال بتخف فلازم يقطعها من كل منطقه ساعه. فهو كان حد محترم جدا يعني، وحد ذوق وراجل كبير. و انا بنصح بجد الناس الكبيره انها تحمل البرنامج وتطلب اي حد يوصلك عشان ما تتمرمطش في المواصلات والكلام ده كله. فطبعا الساعه دلوقتي 10:50، ومش عايز اقول لكم الجو درجه الحراره بيقول لك هتوصل من 57 لحد اللهم صل على النبي لحد من 47 لحد 52. فطبعا انا قاعد على المكنه مش مستحمل. وبصوا
الجو موت، فانا دلوقتي هروح اشرب قهوه واطلع اكمل شغل. خليكم معايا وصلوا على النبي. والله يا جدعان انا عايز اوريكم المنظر، بس بصوا انا الجو حر جدا ولسه جاب زبون من الخياله لحد هنا، وموتور المكنه يعني عايز اقول لكم بس انا بلمس موتور المكنه كده بشيط، فالجو فظيع فظيع، درجه الحراره موت. المهم اللي انا جبته من الخياله لحد السراج مول هنا، وطبعا مش قادر عشان الجو موت، فقلت ايه بقى، فقلت اقف اريح زوبه شويه، وقلعت الكوتش طبعا شايفين المنظر، وقلعت الكوتش وقلت بقى ايه يعني انا قاعد اشرب لي كوبايه قهوه عشان ما نمتش من بعد ما صليت الفجر ما نمتش، فيعني الحمد لله ربنا قدم اللي فيه الخير، وهكمل شغل برده تاني ومش هنيأس، واللي عايز يسال على حاجه يسالني، وانا من عندي قبل العندي والله. احلى مسا عليكم.